تصريحات عديدة أطلقها الملياردير الأمريكي بيل غيتس حول فيروس كورونا. غيتس تنبأ قبل أشهر من كورونا بفيروس قاتل يعني يصيب البشرية ويعطل الحياة العامة. الرجل الأكثر غنى في العالم تخوف خلال فترة كورونا الأولى من موجة ثانية أقصى، وقال إن معظم الاختبارات الخاصة بالفيروس ليست مفيدة. بيل غيتس قدر أن تحضير لقاح لفيروس التاجي قد تصل تكلفته لأكثر من 20 مليار دولار أمريكي. الملياردير الأمريكي قال سابقاً أن العالم سيعاني بسبب الإغلاق والخسائر ستزيد. غيتس حذر من الإرهاب البيولوجي الذي يعتقد أنه أخطر من كورونا. للمزيد ينضم إلينا من الرياض دكتور نزار بهبري، استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية. يا دكتور يسعد صباحك، منورنا دائما. أسعد الله صباحكم وجميع المشاهدين، صباح التفاؤل. هلا دكتور. دكتور، عالم خال من كورونا بنهاية السنة وقائم على لقاح موسمي كل خريف، إن شاء الله تكون متفائل مثل بيل غيتس يا دكتور. أنا دائماً متفائل بإذن الله. إحنا دائماً نقول إنها دائماً الأزمات والجوائح على مستوى البشرية دائماً تمر بفترات، قليل من الأوبئة اللي حصل إنها تأتي وتستمر إلى الأبد، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يكتب لها إنها تنكسر حدتها بأي حال من الأحوال ويتم التعايش معها. أحياناً تكون الأزمة شديدة نظراً لأن الجهاز المناعي وتكون عدم قدرة الجسم على تصنيع الأجسام المضادة لسه ما هو قادر يتعامل مع هذا الفيروس أو هذه الجائحة. بعد فترة تبدأ تصير لنا زي هذا، ربنا ما أكرمنا بالتطعيمات، زي ما التطعيمات ربنا أكرمنا بها من زمان في أمراض انتهت ما حد فيكم حتى يعرفها بأي حال من أحوال، ما أحد شافها. فإن شاء الله بإذن الله بالعكس، من يوم ما بدأت يكون في تطعيم، بالعكس الكل مننا يكون متفائل بإذن الله دائما مع التحورات. دكتور نزار، في كمان تصريحات لافتة لبيل غيتس يقول فيها بأنه يريد أن يكتب كتاب نحن مستعدون للوباء القادم، يعني هذا بالحديث على أي وباء. هل فعلا العالم اليوم اتعظ من جائحة كورونا وهو مستعد فعلا لأي وباء ولأي جائحة ستأتيه يوما ما؟ خليني أقول بعض التفاصيل ممكن تكون سهلة دحين صار فهمها لكل البشر. أولاً، إيش اللي كان يفرق في هذه الجائحة عن أي شيء مضى؟ ثلاثة أشياء حقيقة. رقم واحد، إنه صار الكل فاهم يعني إيش خريطة جينية، يعني أي فيروس يحصل فيه شيء متغير تنفك الشريحة الجينية حقته. إذا انفكت الشريحة الجينية حقته بالتقنية الجديدة اللي صارت في التطعيمات حقت فايزر وموديرنا، بالتقنية الجديدة اللي صارت صار سهل عليك إنك تصنع أجسام تطعيم يسوي أجسام مضادة بالنسبة له نظرا لأنه التقنية جديدة. ثالث نقطة وشيء جدا مهم، إنه الأبحاث وطريقتها اللي صارت الآن مع تطعيم الكورونا تساعد البشرية إنهم يتخذوا نفس الإجراءات لو لا سمح الله صار أي جائحة. طيب هنا السؤال يا دكتور، يعني حتى الآن الموجود هو تطعيمات لقاحات تتغير نسبة فعاليتها بتغير المتحورات، هل يمكن الحديث عن التوصل لعلاج، خصوصا أنه بيل غيتس تحدث عن إمكانية التوصل لخليط يكون مضاد لكورونا والإنفلونزا في آن واحد؟ خليني بس أأكد لك على حاجة. تعرفي التطعيمات تفرق عن العلاجات، صح؟ العلاج أول يجي المرض يتكاثر، أنت تصير لك أعراض تقوم أنت تأخذ العلاج، يقوم العلاج يقضي على الفيروس أو البكتيريا. دائماً هذه الأشياء تحصل لمثلاً الفيروسات اللي تستمر فترة طويلة زي الكبد الوبائي، زي الـ HIV، زي فيروسات. أما الفيروسات التنفسية اللي هي في أغلب البشر تجي لمدة أيام وتنزل بسرعة إلى القصبة الهوائية أو تأثر على الرئة،
هذه الأفضل دائما يكون لها تطعيم، نظرا لأنه مضادات الفيروسات ما هي زي مضادات البكتيريا. لو الواحد لا سمح الله يعني هل سيختلف الجيل الثاني من اللقاحات دكتور نزار؟ الجيل جدا متطور الآن، وبالتالي أي شيء يحصل فيه تغير جديد يقوم يحصل تغييرات على التطعيم تخلينا مستعدين. ترى طيب. بس اللي أبغى أكد لك هو أنه تطعيم الإنفلونزا يحصل كل سنة، وكل الناس يعرفوا أنه يتجدد كل سنة، والناس يعرفوا أنه الإنفلونزا تتحور على الأقل مرتين في السنة، وعلشان كذا ناس تجي لهم الإنفلونزا في بداية السنة ونهاية السنة، وإذا سافروا من مكان لمكان تجي لهم الإنفلونزا. مو شيء غريب التحور، ما هو غريب، وإنه يصير تطعيم متجدد كل سنة ما هو غريب. الله يسمع منك يا دكتور، يكون عام التفاؤل 2022. شكرا جزيلا دائما على وجودك. قطعنا مشوار طويل، خلاص قربنا تعبنا. شكرا جزيلا دكتور نزار بهبري، استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية. شكرا يا دكتور.